الله يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي متابعين، يعطيكم الصحه والعافيه. اليوم طريقه البرور بكوسه او ابو شلهو. شايفين حبايب قلبي، وعملت قدامه سلطه بلبن وصحن فتوش. شايف الفتوش شبه شاحي ما شاء الله. الله يعطيكم الصحه والعافيه، ربي يسعدكم ويوفقكم ويجبر بخاطركم. شايفين سهله، اكله سهله ولذيذه على السريع بالصيف. خلال نص ساعه كانت جاهزه الاكله معي، مع صحن فتوش وطبق سلطة بلبن. شايفين ما شاء الله تبارك الله. اليوم طريقة البرغل بكوسة أو أبشلهو. عندي كاسة كبيرة برغل خشن، وعندي كيلو كوسة فارمته، وشي 300 غرام لحمة درقية ونص، وعندي ملح وفلفل. برغل بكوسة بدي أطبخها، جا على بالي أكلة طيبة ولذيذة، وقدامها سلطة بلبن وصحن فتوش. شايفين حبايب قلبي، وحطيت هون أنا معلقة سمنة ومعلقتين زيت، عم استنى اللحمة حتى أحط اللحمة. شايفين طريقة أبو شلهو سهلة ولذيذة وطيبة. أبو شلهو باللولة أو برغل الكوسة ما شاء الله تبارك الله. هون عندي كيلو كوسة فرمته، لحمة حسب الرغبة، بصير بلحمة بصير بلا لحمة، وكوب برغل. شايفين انتو على حسب الكمية اللي بعنكم الاشخاص، اما انا ما عندي اشخاص زيادة، يعني ان احنا ثلاثة بالبيت. شايفين شايفين اللحمة هي لازم تكون مدهنة، البرغل بطيب قلبها، يعني بطيب اللي تكون مدهنة اللحمة بقلب البرغل. أكلة برغل الكوسة أكلة طيبة ولذيذة على السريع بالصيف. بحط لها الملح والفلفل، طبعا كمان حركة الكوسة يا مفارمتن. انا قدر كيلو كوسة، طبعا بنسويها مش استواء. مهدين الغاز على الوسط طبعا، هلا بنغطيها ليستوي نص استواء. الكوسة بدي تستوي نص استواء طبعا. طبعا بضرب الكوسة بصير بلحمة بصير بلا لحمة، هذا اختياري. الفكرة عم صور، طلع ما صور. حطيت البرغلات وحطيت فوقه مي، طبعا حطيت كوب البرغل فوقه. شايفين هلا بستنشف المي تبعهم، نهدي الغاز عليهم. شايفين الكوب البرغل نص استواء الكوسه، بس نخليها طبعا نظبط ملحهم، نقصهم شويه ملح، انا بنحط لهم شويه ملح. حطيت له شوية ملح، طبعا بكون ظبطوا الملح تبع البرغل، ملح حسب الرغبة. وهلا انا حغطيهم. طبعا انا هلا هون نوصت الغاز، خليهم يتهدوا عشان تسيب البرغل معنا. شايفين أكلة أبو شلهو، أكلة أبو شلهو برغل الكوسة، أكلة طيبة ولذيذة، أكلة تراثية قديمة هي عنا، قليل اللي يسوى الناس، هي مفيدة كتير. أنا نوصت الغاز هديته، بقى أتركهم لمدة ربع ساعة. هاي
هاي انت عندي سلطة باللبن بدي ساوي، طبعا بدي احط ملح فرن من الخيار فرن، طبعا احط له النعناع بتاعنا يابس قلبه وتوم، طبعا خلي التوم هون حطهم هون مع اللبن، حرك هاللبن هون وسقط اللبنات مع الفرن الخيارات. لأنه البرغل والكوسة بالبقلاة سلطة بالخيار باللبن، نزيد شوية مي لأنه جامد اللبن معنا. جاهزة معنا سلطة بلبن. شايفين هدوش لون شكله 10 دقايق. أنا شايف بدهم يستوي. راح أطفي الغاز عليهم، خلاص استووا معي. الغاز عليهم وغطيهم حتى بمساوي السلطة والفتوش. أنا فارمة خيار وبندورة وخس وبصل أخضر بقلبه ونعناع الفتوش شوي عصرة ليمون وهي التومات اللي ذائتهم بدي أحط فوقهم كمان معلقتين خل تفاح. اعطي لك طيب الخل في التفاح. بدي احط كمان ملح ونعناع يابس كمان قدر معلقة صغيرة لأنه فارمة نعناع أخضر أنا بقلبه. هذا الصوص طبعا بدنا نحطه. هلا بدي احط زيت الزيتون، زيت الزيتون قدر فنجان قهوة زيت الزيتون تقريبا 5 معالق. طيبة زيت الزيتون طبعا. وهلا بدي احركن على المزبوط عشان تغلغل على المزبوط معنا. الفتوش ولا اروع منه، بس ما عندي بقلين بيمشي الحال. حاطه خس فتوش ما حطيته لها بتطلع طيبه. البقله يعني هي الرجله بس ما عندي هو موجود. انا حاطه خيار وبندوره وبصل اخضر ونعنع وخس بقلبه فليفله حلوه كمان فارمه قرن. شايفين احلاها ما شاء الله. وانا الخبز هون مقمرته بالمقريه. تمام بدي احركه.
رمان على وشه، انا بحب الرمان، هذا الرمان حامض. شايفين احلاها ما شاء الله عليها، احلى طبق فتوش قدام برغ الكوسة. ربي يوفقكم ويجبر بخاطركم، احلى طبق صحن فتوش طبق طبعا برغل الكوسة او ابشر الهوب اللولو، وهي قدامه سلطة بلبن صحن فتوش. انا من عشاق الفتوش ما شاء الله، انه بالبقلة هي هاي الاكلة، برغل بلبن سلطة بلبن، طبعا هي الاكلة قدامها لبن سلطة بلبن ما شاء الله تبارك الله. شايفين حبايب قلبي، ربي يسعدكم ويوفقكم ويجبر بخاطركم، اكلة سهلة ولذيذة وعلى السريع بالصيف ما شاء الله تبارك الله.